السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا الكبكه بتاعتي، ولا هحط بقى بيكربونات، ولا هحط سكر، ولا هحط اي حاجه. طريقه بسيطه جدا وان شاء الله تعجبكم. انا اهوت معايا نص كيلو ملوخيه، ومعايا بوله شوربه، ومعايا البوله دي فيها ثوم مفروم، وفيها كزبره ناشفه، وفيها فلفل حامي، ومعايا كمان السمنه او زبدة علشان نعمل بيها الطشة بتاعت الملوخية. يلا بقى نشوف مع بعض هنعملها ازاي. سهلة جدا والله، ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. انا جبت الملوخية اهو، حطيتها في الحلة وحطيت عليها الشوربة وقلبتها. بعد كده بقى هاخد معلقه من الخلطه اللي انا قلت لكم عليها، الكزبره والثوم والفلفل، وهحط وهي نيه كده هحط على الملوخيه منها، وهقلبها وهسيبها على نار هاديه. بس اهم حاجه الملوخيه ما تتغلاش عشان العرق بتاعها ما يقطعش وتبقى صايصه يعني. فاهو جبت الطاسه وحطيت فيها الزبده، سيحتها وسخنتها، وهحط بقى دلوقتي الخلطه او الطشه بتاعه الملوخيه، هقلبها كويس بقى كده واحمرها. ريحتها تحفة والله، جربوها هتعجبكم جدا الخلطة دي. محطش بقى بيكربونات، في ناس بتحط بيكربونات وبتحط سكر للملوخية والكلام دوت، انا الصراحة ما بحطش الحاجات دي، بتطلع معايا تحفة والله جميلة. اهي اتحمرت اهي، ريحتها تحفة. ناخد بقى من الحلة ونحط هنا كده على الطشة، ونسمي الله بسم الله. هاخد شويه كده واقلبهم مع الطشه، وبعدين اخد الطشه دي احطها في الحله واقلب كله مع بعضه. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم ان شاء الله. انا قلبتها اهوت، هنزل بيها بقى على باقي الملوخيه واقلبهم مع بعض، واظبط بقى ايه الملح بتاعي لو عايزه ملح او كده، اظبط بقى الطعم، وان شاء الله تطلع تحفه معاكم جميله والله ما شاء الله، سهله وبسيطه. شايفين لونها اخضر ازاي وقوامها جميل، تحفه، ريحتها تحفه والله، طعمها كمان جميل قوي. شايفين عاملين ازاي اهو، شايفين القوام بتاعها ولونها اخضر وجميل، والعرق بتاعها موجود وطعمها تحفه. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم، وما تنسوش بقى سبسكرايب للقناه ولايك، واحلى تعليق لاحلى قناه، قناه اوشي بنتي حبيبتي. ما تنسونيش بقى بدعوة حلوة، ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. معاها طبق رز ابيض بقى كده، او ممكن تتاكل بالعيش حسب ما انتوا عايزين اللي تحبوه. هو طبق الرز اهو، يا رب تجربوها وتعجبكم ان شاء الله. اشوفكم بقى في فيديوهات تانية ان شاء الله على خير. ما تنسوش بقى اللايك والشير والاشتراك في القناة، قناة مطبخ أوشي. يلا سلام.